بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة متابعي اون تايم سبورتس ومحبي الكرة الطائرة اينما كنتم، تقبلوا تحياتي العاطرة المعلق الرياضي محمد عبد العظيم، اسعد بصحبتكم للتعليق على هذه المباراة والتي تضم النادي الاهلي المصري ونادي بنياس الاماراتي في اطار البطولة العربية في نسختها رقم 41 بالقاهرة 2023. 12 فريق عربي يتنافسون من 10 دول عربية، مصر والعراق وليبيا وقطر والإمارات، اليمن، البحرين، الكويت، سلطنة عمان وفلسطين. هذا هو اليوم الثاني للبطولة العربية للأندية، وبالأمس النادي الأهلي فاز في أول مبارياته 3-0 على مصافي الشمال العراقي، بينما استهل بنياس البطولة أمس أيضا بفوز على خيبر المهرة اليمني بنفس النتيجة 3-0. دخول للاعبي بنياس إيه أمام حضراتكم، نعلم كده بقى مع بعض. آدي أهو 20 و11 و13 المحترف، والليبرو رقم 2 حسن أبو بكر، بينما على الجانب الآخر النجم أحمد صلاح، ودخول لاعبي الفولي في المحافل الدولية الكبرى، ويليه يعني الثنائي الرهيب هو أمام حضراتكم عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح، ثم عبد الرحمن سعودي والإيطالي لويجي رانداتزو. الرابع هو هنشوف مين أيضا في ثلاثة، هو محمد عادل دولة الوحش أيضا، وأحمد سعيد شفيق في مركز 4 مع لويجي، بالإضافة إلى يوندر جارسيا ليبرو في هذه المباراة. إذن النادي الأهلي نازل بتقله في بداية هذا الجيم، والكابتن ميدو مصلحي هو أمام حضراتكم، والكابتن تامر تايجر وكابتن جمعة أيضا على الكادر ده، الجهاز الفني للنادي الأهلي. يعني كده لسه بيخشى، وادي المدير الفني مراد سلوم لنادي بني ياس الإماراتي، وبيعاونه مدرب رجب قطب ومساعد مدرب جاسم الصفدي على الكادر المحترف فيليب إيرتون بانديرو. نشوف مستوى هذا اللاعب في هذه المباراة التي نتمناها إن شاء الله حماسية تليق بهذه البطولة العربية اللي شهدت الحقيقة مستويات جيدة في أول يوم ليها، وفي أيضا استكمالا النهاردة في اليوم الثاني. كانت نتائج النهاردة 3-1 للنصر البحريني على السواحل الليبي، و 3-0 للوكرة على خيبر اليمني. إذا أسامة المقيد الحكم الفلسطيني الأول يعطي صافرة البدء للهادي بن بشير ليبدأ أول إرسال على بركة الله. نبدأ هذه المباراة التي نتمناها ممتعة بإذن الله ما بين النادي الأهلي المصري وبنياس الإماراتي. النسخة رقم 41 على أرض استاد القاهرة في هذه البطولة، والتي بدأت في أول مرة في ليبيا عام 1978. عبد الرحمن سعودي سنتر بلوك النادي الأهلي على الإرسال، واستقبال غير جيد لويجي رانداتزو، يقبل الهدايا من بداية الجيم ويقول لك يعني كمان متشكرين على هذه الاستقبال. وطبعا بدون الاستقبال مفيش هجوم، الكرة لم تكن بالاستقبال المظبوط في بداية الجيم مع إرسالات عبد الرحمن سعودي، ومركز على نفس اللاعب برضو مزنوقة على المعد، ولكن ذكاء من هذا اللاعب فيليب إيرتون انه قدر انه يعني يتصرف في الكرة، وده المطلوب طبعا. اهو رقم 4 ايضا مبارك سلطان وسيف علي سيف امامي، وعلى الارسال عبد الله محمد رقم 9، واستقبال غير جيد من لويجي رانداتزو. لسه حمى البدايات، لسه اللعيبة بتكتشف الحوار الفضائي، يكسبوا على طول لويجي رانداتزو اللي يعني من مميزات هذا اللاعب، وأرجو من يعني اللي بيتفرجوا بقى من الشباب الصغير اللي بيلعب كرة طايرة
يتعلم ازاي يمد جسمه ويعمل استريتش في الهواء من لويجي رامبازو الحقيقه، ويطلع بجميع اطرافه بياخد الكره من ارتفاع كويس. محمد عادل دولا يبدا هذه بلوكاته، هذه هي الامبريلا الحديديه والمظله القويه جدا من النادي الاهلي من منتصف الشبكه. يعني يبقى محمد عادل عنصر قوه كبيره جدا للنادي الاهلي، وكان مساهم بشكل كبير في يعني في اقوى المباريات للنادي الاهلي. كنت تجد بلوكات محمد عادل حاضره في توقيتات صعبه، اذكر منها مباراه الجيش لما المباراه عقربت لقيت محمد عادل موجود، مباراه ايضا سموحه تلاقي محمد عادل موجود في اللحظات الصعبه، ايضا مباراه الزمالك تالقت بلوكات النادي الاهلي وكان لها كلمه السر. اذا بلوكات النادي الاهلي موجوده، وارسالات احمد صلاح المميزه مع فيليب بانديرو، لكن يوندر جارسيا في المتناول، وصلاح موجود برشاقه لكن موجوده والله دفاعات بنياس، ومحمد عادل دولة وعبد الله عبد السلام بيقول له ادخل في اي كوره يا راجل لاحمد سعيد شفيق. نظرات عبد الله عبد السلام تعني الكثير لكل لعيبته، واخد الفرقه كلها بعينيه، وده هو المعد والبصير اللي لازم يكون الفرقه كلها يعني هو يمتلك. مراد سلول الحكم، عفوا المدير الفني لفريق بني ياس، استشعر خطوره النادي الاهلي في بدايه الجيم وقال لك اطلب فرقتي كده اهدي ملعبي شويه، اكثر الارسال وحسن استقبالي. إذا أول 7 نقاط من هذه المباراة، والنتيجة 6، النادي الأهلي 1، بني ياس الإماراتي في الإطلالة الثانية واليوم الثاني من بطولة الأندية العربية على أرض استاد القاهرة مصر 2023. وإرسال من أحمد صلاح، إرسال قوي جدا، ويعاني معد بني ياس الإماراتي، لكن أين الدفاعات؟ كرة سهلة جدا يتمناها أي دفاع، لكن الحقيقة اللعيبة استسهلت الكرة. أهو معد بني ياس هاني عبد الله وكابتن الفريق يعاني في الاستقبال الحقيقة، مجري كتير لسه في بداية الجيم. و2-6 فيليب بانديرو وارسال لسبايك، لكن سعيد واستقبال جيد، ومحمد عادل لا بلوكات تجيبه ولا ديفنسات تطلع ضرباته، حتى الان 7-2 للنادي الاهلي. الهادي بن بشير اهو على الكادر، وارسال من لويجي رامبازو الايطالي، لكن داس على الخط وطلع الارسال بره، ارتكب خطأين في يعني مهارة واحدة لويجي رامبازو في هذه الكرة. من قوانين الكرة الطائرة انك تلعب الارسال من خلف الخط النهائي للملعب. ارسال من سيف علي واستقبال من يوندر جارسا لمحمد عادل، لكن دفاعات بني ياس موجوده. هو لعيب كويس، لعيب كويس، واللعيب بيبان من ارتقائه، والقوه بتبان، والارتفاعات والحوارات الفضائيه بتبان من اول للوهله الاولى، تعرف يعني ما شاء الله واخدها من ارتفاع جيد. وايضا لا ننسى رفعه هاني عبد الله اللي كانت بالمقاس المظبوط. و8 النادي الاهلي 4 بني ياس. هل فيليب ايرتون بانديرو يقدر انه يخترق بلوكات الاهلي كثيرا، ولا النادي الاهلي يعني هيدرك خطوره هذا اللاعب لدى فريق بني ياس ويقفل له بقى محمد عادل اكتر من كده؟ ارسال مع دولا، وارسالات دولا ايضا كانت لها يعني العديد من القوه، لكن صلاح موجود، وعبد الله يختار سعيد معاه هاني عبد الله، يعني هاني عبد الله معد الفريق الاماراتي سيعاني كثيرا امام
الجامب العالي والارتفاعات اللي بيضرب منها احمد سعيد في هذا التوقيت. 9 النادي الاهلي، 4 بني ياس. بالامس النادي الاهلي كان بيلعب مصافي الشمال العراقي، والحقيقه فريق مصافي الشمال ظهر بمظهر جيد الحقيقه قدام النادي الاهلي. فريق يعني تشعر انه الفولي بتاعهم والسيستم بتاع الاداء بتاعهم كان مترابط وكويس، ويعني كانوا بيأدوا بدون اي رهبه امام النادي الاهلي. صحيح النتيجه 3 لا شيء، لكن ظهروا بمظهر جيد فريق مصافي الشمال العراقي. والان بني ياس الاماراتي والامارات والعراق، لكن في الاخير خارج الملعب. اذا بني ياس سيعتمد كثيرا على فيليب ايرتون بانديرو اللي امام حضراتكم ده، ويبدو ان هو هيقوم بدور الفتوه اللي هيكون عنده الحل في معظم الكرات خصوصا من المناطق الخلفية. عزلنا مع ارسال محمد عادل واستقبال جيد وضرب من مركز 4. يا سلام يا صلاح على الفرنش. اوه الملعب الاهلاوي محكم الغلط. اذا استطعت ان تخترق البلوكات فهناك ايضا ديفنسات وفرنشات. يا سلام يا سعيد، يا سلام يا صلاح، عفوا صلاح فرد جسمه كده. لو في إعادة كانت بينت، لكن على طول مراد سلوم المدير الفني لبني ياس الإماراتي يقول لك السكور يعني زاد قوي، فأخد التايم أوت التاني. على طول بقى المخرج اهو بيلحقنا ببعض اللقطات الجميلة لنقاط الكرة الطائرة، وجمال الكرة الطائرة يظهر وانت بتشوف يعني الاداء بتاع الحركة والمهارة للعيب بالبطيء كده، يعني تستمتع بالكرة الطائرة في السلو موشن. وما زلنا لان هي لعبة سريعة جدا. ومحمد عادل وارساله بيتقل عليه كمان، وفريق بني ياس يعاني على مستوى الكرة الأولى، ويبدو إن كده لويجي رانداتزو، لكن دفاعات طلعت. وحسن أبو بكر تمام التمام، لسه بقول لكم بلوكات النادي الأهلي هتدرك خطورة هذا اللاعب وإنه هيضرب من المناطق الخلفية. سعيد كالصقر على الشبكة بيقول له تعالى رايح فين. و12 الاهلي او 13 4 بني ياس. وما زلنا مع ارسالات محمد عادل وارسال وهاني عبد الله، لكن دفاعات الاهلي موجوده وملعب مقفول ببلوكات ودفنسات، لكن اخيرا ينجح رقم 4 مبارك سلطان في انه يعني يهرب كده من عبد الرحمن سعودي و يحقق النقطة الخامسة لصالح بني ياس. اذا 5-13. يتحسن الاستقبال، يعني تجد بقى جميع المهارات تباعا في الكرة الطائرة من لمحات فنية في الاعداد وضرب قوي ايضا. دي كده كرة اوت اوف سيستم سهلة وخطأ في لمس الشبكة على لاعبي بني ياس في هذا التوقيت، عشان تبقى النقطة 14 للنادي الأهلي 5 بني ياس. تشكيل الفريق: حسن محمد، ليبرو، هاني عبد الله معد، مبارك سلطان وعبد الله محمد، وسيف علي سيف، وفليب ايرتون بانديرو. إذا النقطة ال 15 لصالح النادي الأهلي، ويعني النادي الإماراتي يبحث عن شخصيته وأدائه. وجد أمامه إرسالات صعبة جدا، يقول لك ما خدناهاش، ما تمرناش على هذه الإرسالات القوية اللي يعني تخلي الأداء صعب. ولسه بقول لكم، لسه بقول لكم إرسالات النادي الأهلي لغز عند لاعبي بني ياس الإماراتي وعند أفضل مستقبل عندهم وهو حسن محمد أبو بكر. لم يكن الاستقبال بالشكل المطلوب. إذن هجوم بني ياس يعاني، وهاني عبد الله حسن معد الفريق يقول لك يعني
وصلوا لي الكرة عشان نلعب كرة طايرة، لكن بدون الكرة الأولى ما توصل للمعد مفيش أداء. والنقطة السادسة تأتي بأخطاء لاعبي النادي الأهلي بخطأ في البوزيشن أعتقد، وعلى الإرسال معد الفريق هاني عبد الله. استقبال ممتاز وإعداد لسعيد وضربات في آخر الملعب لأحمد سعيد. و 17-6 النادي الاهلي بالامس، يعني شفنا الكابتن ميدو مصلحي كان بيعمل بقى روتيشن ويجرب اللعيبه، كل لعيب ياخد شوط ونص كعادته في ايضا بطوله الدوري، بيحاول يحافظ على الجاهزيه الفنيه والبدنيه للعيبه قدر المستطاع، لان النادي الاهلي داخل هذا الموسم، ويعني اقول لك بقى انا الموسم اللي فات يعني ضاعت مني بطوله الدوري والكاس وحصل عليهم نادي الزمالك، فختم الموسم بالبطوله الافريقيه الموسم اللي فات وعد العده والعتاد هذا الموسم من اجل انه يعني كده يقول لك لا ده انا مش هطلع من المولد بلا حمص، ده انا هلم كل الحمص اللي في المولد هذا الموسم، ويعني ما شاء الله بسكواد عالي جدا سواء اللعيبه اللي موجوده في الاحتياطي او ايضا الاساسيين، بيعمل ما بينهم روتيشن كابتن ميدو مصلحي ويحافظ على الاداء. هو دولا ابعد عنه يا بانديرو يا بانديرو، محمد عادل الوحش، محمد عادل الاخطبوط، مفيش منه كوره بتفوت يا على الشبكة تماما، موجودة يا أيادي محمد عادل عالية ومن ارتفاعات 3.5 متر بياخد بلوك منك يا بانديرو، وضرب خارج الملعب، وما زالت الكرة الأولى عند بني ياس ليست بخير، بالتالي السكور زي ما احنا شايفين 27-7، وسيف علي سيف بيشجع فرقته وبيقول لهم بقى يعني كده عايزين نحسن الكرة الأولى من أجل الظهور بشكل أقوى. ما زلنا مع إرسالات عبد الرحمن سعودي الموجهة تماما على رقم 20 الهادي بن بشير، الهادي بن بشير و 21-7. خلاص الكابتن مراد يعني أخذ التايم أوت بتاعه الأولاني والنتيجة 6-1، واخد التايم اوت الثاني والنتيجه 12 اعتقد 4 او 12-5، ما عادش يعني لدى المدرب لبني ياس اي اوراق او اي اسلحه يقدر يستخدمها غير انه يختار بقى من السبستيتيوشن ودكه البدلاء، وهاني يظبطها لكن دفاعات موجوده والشبكه مغلقه واللعيبه واقفه صح، وحسن موجود بدفاعات وضربات ايضا بلوكات، احمد صلاح موجوده، احمد صلاح ببلوك حديدي، والنقطه 22-7. عبد الرحمن سعودي على الارسال نفس المكان اللي بيلعب فيه ويعاني، بقول لكم يعاني فريق بني ياس. احمد سعيد الجلاد الطائر يجي من المناطق الخلفيه، وعبد الله عبد السلام يحطها له 100-100، ويعني بقول لكم زي الكرباك 23 الاهلي 7 بني ياس. ما زلنا مع إرسالات عبد الرحمن سعودي والكابتن مراد، والنتيجة تبدو على محياه وفي الشبكة. إرسال من عبد الرحمن سعودي لم يتخطى الشبكة اللي ارتفاعها 2.43 متر، ويندر جارسيا المحترف الكوبي في صفوف النادي الأهلي اللي بيؤدي أداء جيد، ويعني رمانة ميزان ورا كده في الدفاعات الأهلوية، والويجي رامدادزو أيضا يعني بضربات قوية، لكن خلاص بقى فيليب أدرك قوة وخطورة محمد عادل في الزاوية، قال لك أبعد عن الشر بقى ويعني ألعب على التاتش في لويجي رامدادزو. إذا 9 بني ياس 23 النادي الأهلي.
تفوق للنادي الأهلي أعزائنا المشاهدين في اليوم الثاني من البطولة العربية أمام بنياس. وأحمد صلاح بيمينه شغال وبشماله شغال، لكن دفاعات إماراتية ابتدت تكون موجودة وربما تكون مؤشر على عودة الحماس. أبدا أبدا يخطئ سيف المعمري وست بوينت ونقطة الشوط للنادي الأهلي في هذا التوقيت. هذه هي المجموعة باء التي تضم الأهلي والوكرة وخيبل اليمني ومصافي الشمال وبني ياس والسيب العماني. أحمد صلاح ونقطة الشوط لصالح النادي الأهلي الذي بدأ في هذا الشوط بمنتهى القوة في إرسالاته وضرباته. ينجح أحمد صلاح إنه يخلص الشوط الأول بنتيجة ثقيلة جدا على أبناء الإمارات 25-10. استراحة قصيرة أعزائنا المشاهدين ونكمل بحول الله في الشوط الثاني. الرحيم مرة تانية أعزائنا متابعي أون تايم سبورتس، هذه هي المباراة الثانية لكل فريق من اليوم الثاني للبطولة العربية للأندية والتي تقام على أرض استاد القاهرة مصر 2023. وهذه المباراة ما بين النادي الأهلي المصري وبني ياس ممثل الإمارات والنسخة رقم 41. هذه البطولة اللي بقول لحضراتكم بدأت سنة 1978 في ليبيا، ويعني النادي الأهلي بسبع ألقاب هو ونادي الصفاقسي أكثر الفرق حصولا على لقب بطولة العرب للأندية، ويجي بعد كده في المركز الثالث نادي الهلال السعودي ثم الريان القطري اللي هو حامل لقب آخر نسخة في تونس 2022. وعلى بركة الله نبدأ الشوط الثاني، ويبدو أن الكابتن ميدو مصلحي هينتظر لنصف الشوط الثاني ويبقى كده اللعيبة اللي على أرض الملعب لعبت شوط ونص ويجرب بقى ويبتدي. هنشوف تغييرات هتحدث أكيد
في هذه المباراة. وسعيد وعبد الله عبد السلام شغل السنسور اللي مركبه في ظهره وقال له اتفضل يا سعيد كورة يعني في المكان والزمان المناسب متفق عليها ما بيننا، ما بين مركز واحد وما بين مركز ستة. واحد لا شيء وارسال في الشبكة. نتائج اليوم الاول، فاز الاهلي القطري على كازما الكويتي 3-1، والوكرة القطري ايضا فاز على السيبا العماني 3-2، والنصر البحريني فاز على الصداقة الفلسطيني 3-0، وخيبل اليمني هزم من بني ياس الاماراتي اللي امام حضراتكم 3-0. لويجي رامدازو وبلوكات اهي ابتدت من الاوكراني المحترف، هنشوف هل هيديله في اتنين، هيديله فعلا لكن مش مظبوطة خالص يا راجل، هي الرفعة ما كانتش مظبوطة تماما في هذا التوقيت امام فيليب بانديرو المحترف الاوكراني، عشان تبقى النقطة 2 النادي الاهلي 1 بني ياس. وايضا السوحل الليبي فاز على الميناء اليمني 3-0. دي كده نتائج بالامس. المره دي ظبطها له وفليب بانديرو يخلص من مركز 2 ويقول له هو ده المطلوب يا حسن او يا هاني عبد الله معد فريق بني ياس. 2 الجميع. ويندر جارسيا الكوبي امام حضراتكم وارسال من مبارك عبد الله محمد واعداد لاحمد صلاح، لكن يخترق البلوكات في هذا التوقيت 3-2. ادي مبارك اهو، مبارك سلطان المنصوري ومن رقم 4 في الامارات لاحمد صلاح الكوماندوز المصري احمد صلاح ونجم النادي الاهلي، ويعني ينجح في احدى ارسالاته القويه. والنقطه 4 الاهلي 2 بني ياس. هذه المجموعه تضم الاهلي المصري وبني ياس الاماراتي مع الوكره القطري وخيبر اليمني ومصافي الشمال العراقي والسيب العماني، بينما مجموعه الف ففيها بقى الاهلي القطري وكازما الكويتي والنصر البحريني والسوحلي الليبي. يا سلام يا صلاح على الديفنسات، وعادل موجود زي الصقر بقول لكم زي الوحش، وكرات عبد الله عبد السلام لا يشتكي منها قصر ولا طول. مع السوحلي الليبي ايضا الميناء اليمني والصداقه الفلسطيني. اذا هم 12 فريق مقسمين على مجموعتين. 5 النادي الاهلي 2 بني ياس الاماراتي في اليوم الثاني، وننتظر سخونة المباراة اكثر. وهاني بيحاول يظبط المقاسات لكن هيهات مع هذه البلوكات والابراج العالية في النادي الاهلي. في نفس التوقيت تماما يطلب الكابتن مراد تايم اوت لفريق بني ياس. إذا نعود مجددا بعد الوقت المستقطع الأول لفريق بني ياس الإماراتي. 6-2 للأهلي، وينجح التايم أوت اللي أخده الكابتن مراد في إنه يعني كده يبرد كتف أحمد صلاح ويخطئ
في الإرسال. إذن النادي الأهلي 6 وعلى الإرسال فيليب بانديرو المحترف الأوكراني في صفوف نادي بانياس. وإرسال قوي لكن لويجي رانداتزو بالمقاس ولكن إيه تاتش اتحسبت تاتش وسبعة الأهلي 3 بانياس. شفنا طبعا الفرق بقى في الاستقبال. شفت استقبال لويجي رانداتزو راحة بالمقاس على يعني راس عبد الله عبد السلام. ويعني لما تدي الكرة للمعد في منتصف الملعب وفي منتصف الشبكة وجوه خط التالت انت بتقول له يعني شبيك لبيك، الفرقة كلها جاهزة بين ايديك، شغل يا سيدي السريع، شغل الاطراف، شغل المناطق الخلفية، اعمل تركيبة هجومية، ولكن يعني هتفضل بقى تجري المعد بره التلت وتقول له تدي له كرة طايشة هنا وكرة طايشة هنا. خلاص هو المعد هيعمل لك ايه؟ هو يعني المعد هيرفعها وهيعليها والسلام، بالتالي هجومك ضعيف، بالتالي المنافس يعمل عليك تشانس بول ويعمل تركيبة هجومية جدا. 8-3 ما فيش داعي خالص للاعتراضات، المباراة ماشية هادية ما بين الفريقين. 4-8 من لاعبي بانياس بيحاولوا كده ان هم يعترضوا على الكرة اللي فاتت. و4-8 لويجي المحترف الايطالي اللي بيتحسن اداؤه بيتطور يعني مباراة عن التانية الحقيقة. ارسال من سيف والمرة دي ما عدتش، لكن عبد الله عبد السلام بيصلح اخطاء زمايله. هنا الابداع، هنا الفريق اللي او اللاعب اللي لما زميله بيغلط هو خلاص بيصلح الغلطة. ويعني 4-9 الاستقبال عدى الناحية التانية. عبد الله عبد السلام اخر وطلع بلوك في توقيت مناسب ونجح انه يصد، لكن مع هذه الاستقبالات عبد الرحمن سعودي، عبد الرحمن سعودي. وحتى الان فريق بني ياس كابتن مراد بيقول اعمل ايه؟ يعني مش ده اللي اتفقنا عليه، احنا ما كناش بنتدرب على الاوت اوف سيستم طول الجيم، يعني ان كل كوره مرفوعه بثلاثه بلوك حافظينها وقاريينها. امال فين التشكيلات اللي جوه؟ بصوا المعد هنا يعاني الحقيقه، معد منتخب او فريق بني ياس عفوا هاني عبد الله، كره جايه له صاروخ يعني خلاص وقفها الراجل ليه اللعيب اللي هو يقدر يوقفها له. وفي الاخير 5-10 النادي الاهلي اللي حتى الان بقول لكم دايس بنزين في هذا الجيم. وارسالات ضائعه ايضا، واعتقد زي ما قلت لكم ان عند منتصف هذا الشوط الكابتن ميدو مصلحي قد يشرك بعض الوجوه الجديده. ليه؟ لسه بقول لكم وما انتظرش لمنتصف الشوط او للنقطه ال 15. واذا بمحمد عصران الفتى الاسمر ينزل مكان لويجي رانداتزو، ويعني ذكاء من الكابتن ميدو مصلحي، وطلع ايضا احمد صلاح. اذا هنشوف مين تاني هينزل. واحمد عبد الله عبد السلام بيضرب من المناطق الخلفيه. عمركش شفت معد يقوم بدوره بضارب من المناطق الخلفيه وهنا يعني يبان لك ويظهر لك قوه الفريق وازاي ان الفريق متدرب على جميع المواقف وعنده الحل، عنده الحل النادي الاهلي ما شاء الله. رساله في الشبكه 12 الاهلي 6 بانياس، ولسه مش عارفين هو لويجي ما طلعش تقريبا. هنشوف نزل محمد عصران بديل لاحمد صلاح. محمد عصران نزل بديل لاحمد صلاح في مركز 2. وسعودي يتصرف ودفاعات لبانياس موجوده واخطاء خارج الملعب. ما زالت احداث واحداثيات الجيم غايبه عن لاعبي بانياس الاماراتي اللي لسه حتى يعني اعتقد ما عرقوش، يعني مع هذه الارسالات عملت لهم ايرور في السيستم. يعني بصوا هاني الله يكون في عونه، يعني هيكسله 5-6 كيلو بعد هذه المباراه. المعد الاماراتي الكرات كلها يعني واخدها مشاوير الراجل، الله يكون في عونه.
13 الأهلي 7 بني ياس الإماراتي، وجانب من الحضور في أرض استاد القاهرة، والإرسال مع الهادي بن بشير لاعب مركز 4، وإرسال سبايك لكن سهل ليوندر جارسيا، وتحرك جواعي مع عبد الرحمن سعودي. المقاسات والاختيارات حتى الآن في النادي الأهلي تسير على ما يرام، وعبد الحليم عبو يراقب المباراة. و14 الأهلي 7 بني ياس. استقبال ممتاز المرة دي، يا دولا يا دولا يا عم، حرام عليك، الراجل الأوكراني هينام يحلم بيك يا على هذا البلوك 15-7، ويعني بيبص للمعد وبيقول له هي مش غلطة معد، هي الرفعة موجودة، ده يمكن تكون دي الكرة النموذجية الأولى لفريق بني ياس، لكن وجد أمامه بلوكات شاهقة الارتفاع ولمس للشبكة في هذا التوقيت 16-7. مهارة الإرسال هي مهارة هجومية ودفاعية، يعني لو ما كنتش هتجيب نقطة مباشرة بهذا الإرسال فأنت هتنجح على الأقل لو وجهت إرسال صعب في إفشال هجمة للمنافس وتصعب عليه الهجوم، ويعني تخليه بقى البلوكات بتاعتك تقدر إن هي تقرأ الهجمة للفريق الآخر. الاتحاد العربي للكرة الطائرة 1975، وادي شعار البطولة وشعار الاتحاد المصري برئاسة المهندس ياسر قمر والسيد عمرو مخلوف مدير اللجنة العليا للبطولة، والمدير لهذه البطولة هو السيد حسن عابد. و16 النادي الأهلي 7 بني ياس الإمارات. ما زال فريق بني ياس ينتظر انه يحسن مهارة الاستقبال ليخرج ما في جعبته وما في جعبة المعد هاني عبد الله من تشكيلات هجومية يفترض ان هم متدربين عليها، لكن رسالات النادي الاهلي جات لهم من بره المنهج، جات لهم سؤال صعب في هذه المباراة لسه مش عارفين يجاوبوا عليه، واستقبال غير جيد يا لويجي رانداتسو، فرصة لفريق بني ياس وهجمة موجودة. مش بقولك الاستقبال قادر انه يبدل الاحوال، مش بقولك ان الاستقبال هو اهم مهارة في الكرة الطائرة، المفتاح هو المعد، وصل الكرة للمعد تتفتح لك كل الابواب. إذن 16 الأهلي 9 بني ياس، وخطأ في الإرسال عشان تبقى نتيجة 17 الأهلي 9 بني ياس، وأعتقد في تغيير هيحدث أهو بنزول حسام يوسف بدلا من عبد الله عبد السلام. مفيش أحسن من السيستم، مفيش أحسن من النظام. 17-9 ينزل حسام يوسف في هذا التوقيت مع محمد عصران اهو في مركز 2 بدلا من عبد الله عبد السلام واحمد صلاح. استقبال المره دي جيد، واعداد للمناطق الخلفيه اهو، لسه بقول لكم خلوا يعني المعد هاني عبد الله يطلع لنا تشكيله هجوميه من اللي اللعيبه بتتدرب عليها طول الموسم. اخيرا استقباله كويسه، الراجل شغل المناطق الخلفيه حتى في حالة وجود بلوكات قوية، فانت تقدر بتوصيل الكرة للمعد انك تخلي هجومك قوي. اذا 10-17 وارسال خارج الملعب. نزول ايضا لعبد الرحمن حسيني بدلا من لويجي رامبادزو، وليه لا، وسيناريو المباراة يسمح باشراك وجوه جديدة والاطمئنان على كل اللعيبة. و18-10 هنشوف عبد الرحمن حسيني، هذا الفتى
الرشيق اللي ستايله جميل، والمرة دي الاستقبال جيد، وكرة يعني كده نموذجية لنادي بنياسة الإماراتي. ثلاث لعبات نموذجية، استقبال جيد وإعداد في مركز أربعة. الراجل بسهولة حطها واكتشف أحد المناطق اللي تخلو من الدفاعات الأهلوية. 18-11. سيف علي، سيف المعمري، واللي قبليك ضيع، واستقبال ومحمد عادل. حسام يوسف يديله كرة كده باك، وحسام ما شاء الله يعني نازل مسخن كويس، ومقاساته مظبوطة وقراراته مظبوطة وشبكته تمام التمام. معاك يا دولة 19-11، وتغييرات بالجملة في صفوف النادي الأهلي. وزي ما بقول لكم النظام حلو والسيستم حلو، ويعني ان يبقى عندك ترسانة من اللعيبة طبعا ده يعني كلام ممتاز. تحافظ على الجاهزية لكل اللعيبة وتعمل روح منافسة ما بين اللعيبة. كل لعيب يقول لك انزل يعني كده اظهر مهاراتي ومستوايا. و 19-11. إذن دولة موجود ببلوكات قوية وضربات نارية وإرسالات أيضا، لكن تخطئ التسعة متر يا عادل. و 19-12. أخطاء يمكن كترت شوية من لاعبي النادي الأهلي في هذا الشوط أكثر من سابقه، مع تواجد وتحسن يعني شيئا ما في الكرة الأولى لدى فريق بنياس. وهو إرساله واستقبال وإعداد من أسفل، وفرصة للتواجد الإماراتي، لكن رجعت للأهلي، لكن بنياس موجودة وبلوكات الأهلي، لكن الكرة إيه؟ الكرة تاتش وخارج الملعب. 13-19. محسن اهو نزل ايضا مكان عبد الرحمن سعودي، وما زلنا مع ارسالات مبارك سلطان المنصوري، وارسال جيد لكن خارج الملعب. 20 الاهلي 13 بنياس في هذه المباراة المتوسطة المستوى حتى الان اعزائنا المشاهدين في اليوم الثاني من البطولة العربية للاندية النسخة 41. ارسال قوي من حسام يوسف، وبقول لك الله يكون في عونك. يندر جارسيا موجود، والاوكران اشتغل بضربات قوية ولكن دفاعات اهلوية موجودة. يندر جارسيا طلع ديفنس يعني كورة متشطة سم، كورة قوية جدا من فيليب ايرتون بانديرو. 20-14. بقول لك يتحسن أداء بنياس شيئا فشيئا في هذه المباراة حتى الآن. واستقبالات الأهلي أيضا يعني ما تبقاش في الصخورة، لكن سعيد عفوا يصلح غلطته أحمد سعيد. بقول لك إذا طار واعتلى فاحسب النقطة للنادي الأهلي ولا تسأله، وانت مطمن خلاص أحمد سعيد خد خطوات الضرب ويعني طار بقى والوضعية مريحة من البلوكات. خلاص اعرف ان سعيد كمان يقدم ارسالات متميزة ومتنوعة، وبياخد قرار انه على اخر لحظة يعمل ارسال كروس كده في سبين خفيف كده في الزاوية. 22-14 احمد سعيد الجلاد الطائر، واستقبال جيد وارسالات مع بلوكات محسن في هذا التوقيت. فيليب بانديرو يقول لك يعني محمد عادل خرج ومحسن نزل، وهنا بقى تأتي يعني قوة النادي الأهلي. يغيب عادل فتقول ان ممكن قوة النادي الأهلي تتأثر، فإذا بمحسن ينزل او عبه او ايا كان تلاقي ان بلوكات الاهلي ماشيه على نفس النهج ونفس الارتفاعات ونفس القوه. 23-15. اذا فارق مريح للنادي الاهلي، سمح للكابتن ميدو مصلحي بانه يجري
تغييراته المعتادة ويشرك وجوه جديدة في هذا الشوط. وحتى الآن فريق بني ياسر الإماراتي حسن سكور الشوط الأول، لكنه لم يظهر بكامل قوته بسبب إرسالاته الضائعة الكثيرة وأيضا عدم إيصال الكرة للمعد بالشكل المطلوب. هذا هو ملخص هذا الجيم حتى الآن، 6 بوينت ونقطة الشوط لصالح النادي الأهلي، 24-15 ومحسن على الإرسال، سنتر بلوك النادي الأهلي والكابتن ميدو مصلحي على الكادر. المرة دي استقبال جيد لكن وجدت لاعب فز اسمه محمد عادل سلامة ينهي الشوط الثاني بالسلامة أيضا و 25-15. فاصل قصير أعزائنا المشاهدين ونكمل إن شاء الله في الشوط الثالث. أعزائنا متابعي أون تايم سبورتس، نعود مجددا في الشوط الثالث من هذه المباراة التي يتفوق فيها النادي الأهلي بشوطين للا شيء لصالح بني ياس الإماراتي.
الذي بدأ في شوط أول، يعني الكرة ما كانتش بتوصل للمعد بالشكل المطلوب، وإرسالات أيضا كانت ضايعة كتير من نادي بني ياس الإماراتي. بالتالي السكور في الشوط الأول كان كبير جدا لصالح النادي الأهلي 25-10. والشوط الثاني تحسن شيئا ما الاستقبال في بني ياس، شفنا بعض الهجمات كده والتركيبات الهجومية، لكن لم تكن بالشكل المطلوب لمجارات قوة نادي اسمه الأهلي المصري. إذن المارد الأحمر مع بني ياس الإماراتي في هذا الشوط الثالث أعزائنا المشاهدين، مع إرسال في الشبكة في مستهل الجيم. ويبدو أن الكابتن ميدو مصلحي أشرك أيضا أحمد عزب عشان يبقى لاعب مركز أربعة، هو عزب هو وجي آر كمان ماشي يا عم أحمد عزب، ومعاه عبد الرحمن حسيني في أربعة، ومحمد عصران بواجبات هجومية في اتنين. عصران تمام التمام، محمد عصران قاعد يعني كده واخد التايم المظبوط وطالع زي الأسد على الشبكة مركز. اتنين النادي الأهلي لا شيء بني ياس في هذا التوقيت، والمباراة تبدو على محيى الهادي بن بشير في هذا التوقيت. دولة وجنبه عبد الرحمن حسيني وعصران، ولكن مع لمس الشبكة في ملعب الإمارات اللي مازال يفتقر إلى الثبات في الأداء. نزل رقم 7 في صفوف بني ياس محمد صالح، هنشوف محمد صالح، وده هو موجود هاني اللي انا بقول لكم مشفق عليه. بصوا بصوا بيجري كتير بيجري كتير، ويعني الاعداد لم يكن بالشكل المطلوب، ويعدوها سهله للدفاعات الاهلاويه وحسام يوسف، لكن عبد الرحمن حسيني الرشيق، عبد الرحمن حسيني الخفيف المرن يحط الكره عكس اتجاه جسمه في التاتش وبره. اربعه لا شيء. وادي محمد صالح المنهاني البديل اللي نزل في هذا الشوط الثالث. ما زلنا مع ارسالات محسن، والارسال لم يتخطى الشبكه يا محسن. اذا 1-4. حديث جانبي مع سعيد وعبو وعبد الرحمن سعودي، اهم الثلاثه ثلاثات جنب بعض قاعدين السناتر بره. وطبعا بيطلع اللاعب السنتر بعد الارسال وبينزل بقى في النقطه اللي بعديها، طبعا الليبرو بديل ليه للدفاعات والاستقبال زي ما احنا شايفين. محمد رمضان ايضا نزل مكان يوندر جارسيا، هو اول بلوك اماراتي في هذا التوقيت ياخده مبارك سلطان. منك يا عصران ومن سلطان لعصران بلوكات في هذا التوقيت. 4-2. محمد صالح المنهاني هنشوف اهو البديل اللي نزل هذا الشوط، وارسال لكن استقبال غير جيد من عبد الرحمن حسيني، لكن عزب رافعها بالشكل المطلوب وخارج الملعب. اذا 3 بني ياس 4 النادي الاهلي. طبعا واضح بقى الكلام اللي قلناه، ان الكره الاولى تتحسن، الكره الاولى يبقى في فولي بول، الكره الاولى تبقى طائشه يبقى احنا هنبقى مع كره طايره سهله، كره طايره سهله على المنافس. بص اهي، لكن عزب مبارك سلطان المنصوري بلوكر تمام التمام، وبيقول لي محمد عادل وسناتر الاهلي وحوش، لكن انا ايضا جاي من الامارات مش عشان ما بقاش يعني بلوك حصين ومنيع لنادي بني ياس في هذا التوقيت. يتعادل بني ياس في بداية الشوط 4 الجميع، والكرة الاولى اذا ما غابت يغيب شكل الفريق، وعبد الرحمن حسيني يضرب ايضا خارج الملعب. اول تفوق اماراتي في الشوط او في مجريات المباراة عموما. ليه يا جماعة؟ لان الكرة الاولى ما بتوصلش لحسام يوسف،
الكرة الأولى ما بتوصلش لحسام يوسف، بالتالي الضارب بيبقى في وضع ضرب سهل أو سهل على البلوك، فبيروح باتنين تلاتة بلوك كمان، فيعني يا إما بتتاخد منه بلوك أو ما بيضربش بالأريحية المطلوبة. وما زلنا مع إرسالات إماراتية موجهة وعصران، لكن بيضرب المرة دي بمنتهى القوة، يصعب عمل يعني دفاع عليها. وحسام يوسف بيكلم فرقته وبيقول لهم فين الكرة الأولى اللي كانت بتوصل لعبد الله عبد السلام في أول شوطين. الشوط الثالث أهو 5 الجميع، ومحمد عصران على الإرسال المنتقل من نادي طلائع الجيش لصفوف النادي الأهلي. وهجمة إماراتية وجدت بلوكات حديدية من الوحش دولة 6-5. عندك إرسال قوي وبلوكات عالية، أنت يعني تمتلك الكثير والكثير من مهارات الكرة الطائرة، تلعب إرسال قوي تغطيه ببلوك يعني حائط صد قوي، يبقى أنت كده يعني بقيت المهام كلها سهلة بقى خلاص. 6 الجميع، وما زلنا مع هذه المباراة. والنادي الأهلي وأشرك تغييرات كثيرة في الشوط الثالث، وعلى الإرسال المحترف فيليب بانديرو الأوكراني مع إرسال قوي، لكن يا سلام يا عبد الرحمن يا حسيني، طلعت دفاعات وبني ياسا الإماراتي بتفنسي موجود، وحسيني بينوع، عبد الرحمن حسيني بيقول شط زاوية جابوها دفنس، طيب خلاص هلف في الخط في مكان يخلو من الدفاعات الإماراتية. 7 النادي الأهلي، 6 بني ياس. وما زلنا مع هذا الشوط الثالث من المباراة، يحافظ على الإرسال واستقبال جيد، ضرب قوي لكن خارج الملعب، خارج الملعب في هذا التوقيت. 8-6 على الكادر اهو، ماجد ثاني المعد المخضرم لفريق بني ياس، وعبد الرحمن حسيني ما زال هذا اللاعب اللي تحب تتفرج عليه وعلى أدائه وعلى ستايله، وهي الكرة الطايرة لعبة الرشاقة والمرونة ورد الفعل العالي. إذن تايم أوت مبكر كعادته كابتن مراد بياخده في هذا التوقيت، والنقطة 9 الأهلي 6 بني ياس. طبعا يعني لا ننسى ان احنا لما نتكلم على بني ياس ما ينفعش ما تجيبش سيرة الكابتن محمد النحاني المدرب المصري، اللي الحقيقة يعني عامل ارقام مميزة مع هذا الفريق، ويعني هو اللي مكون ومشكل هذا الفريق وواخد معاهم بطولة السوبر الاماراتي وكاس رئيس الدولة والدوري الإماراتي فريق بني ياس، ولكن تحت قيادة مدير فني كف اسمه الكابتن محمد اللقاني. كابتن اللقاني هو يعني هذا الموسم مديرا فنيا لنادي بترو جيت. إذن عبد الرحمن حسيني ما زلنا مع إرسالاته القوية اللي تعتبر لغز عند فريق الإمارات اللي لم يظهر بالشكل المطلوب، وحتى إن ظهر وبنى هجمة يظهر ويبان وحش اسمه محمد عادل فيفسد هذه الهجمات. يعني فريق بني ياس يقول لك طب حتى الاستقبال اللي بيوصل والكرة اللي المعد بيرفعها كويس والضارب في وضعية مناسبة ألاقي أبراج عالية أهلوية، طب هنعمل إيه؟ و12-6 وما زلنا مع هذه المباراة والشوط الثالث، وحسام يوسف ليه عزب، ولكن عزب يلعب على التاتش، و13-6. إذن
يسير الشوط الثالث بنفس مجريات الشوط الأول والثاني حتى الآن، و 13-6 على طول. الكابتن مراد يعني عامل ريكورد في هذه المباراة انه واخد 6 تايم اوت قبل النقطة ال 14، يعني 13-6 في هذا الشوط. نعود مجددا اعزائنا متابعي شاشه اون تايم سبورتس مع الشوط الثالث، والنتيجه 13-6 لهذه المباراه. ويضيع على طول عبد الرحمن الحسين الارسال في هذا التوقيت. كانت هذه البطوله طبعا يعني من المقرر ان هي تحتوي على فرق اكثر من 12 فريق، ولكن بعض الفرق بقى قررت ان هي ما تاديش هذه البطوله، ويعني مش حابب اقول كلمه تنسحب، لكن كل واحد ادرى بالبيت بتاعه وترتيبه ازاي، وهل البطوله توقيتها يسمح باني اشارك فيها ولا لا. بعض الفرق زي مثلا الكويت الكويتي واهلي طرابلس والنادي الزمالك يعني شافوا ان احنا نريح اللعيبه في هذا التوقيت او اننا لا نشارك في هذه البطوله هو الأمر الأفضل، لكن طبعا كنا نتمنى مشاركة الكثير من الفرق، وأيضا الفرق بتاعة تونس والجزائر والمغرب لو شاركت طبعا تدي حماسة وقوة لهذه البطولة وإضافة قوية. حسام يوسف وبصة حلوة ليك يا أحمد يا عزب، لكن فين جي آر وطلقاته النارية في هذا التوقيت؟ يخطئ ضرب الكرة. 8 بنياس 14 النادي الأهلي. والكابتن رجب قطب مدرب في بني ياس اهو امام حضراتكم، وجاسم الصفدي والطبيب احمد سمير. وحتى لا نغفل ابدا كمان اذا مين كمان اتصاب، رقم 4 في بني ياس الاماراتي مبارك سلطان، يعني الراجل يعني بيعاني من اصابه ربما كده التواء خفيفة ان شاء الله. ألف سلامة عليك يا مبارك. بيحكم هذا اللقاء حكم أول أسامة المقيد الفلسطيني، والحكم الثاني القطري كابتن عبد الرحمن، والمسجل مرام الرفاعي، ومساعد مسجل جهاد حسن، وده هو الكابتن عبد الرحمن الحكم الثاني القطري، ومسجل إلكتروني نجلاء يحيى، وعلى اللوحة أيضا عمرو عبد الحميد، والكباتن على الرايات خالد محمود وعبد الله عدلي وعبد الرحمن الجمل وساره فايز. دول حكام هذه المباراه او طاقم التحكيم مع الشوط الثالث، وهذه الطفله الجميله التي تتابع مباراه الكره الطائره ما بين الاهلي وبني ياس الاماراتي، وارسالات ضائعه كثيره على فريق بني ياس انه يراجع نفسه في الارسالات، لان يعني اذا كنت مثلا عندك مشكلة في استقبال الكرة الاولى وارسالات المنافس قوية ماشي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انما حتى الارسال يعني بتضيعه كتير خلاص، ما انت كده هتضيع اي فرصة. بصوا حتى اهو المقاسات مش مظبوطة، والمقاسات هنا مظبوطة مية مية ليك يا عزب، والنقطة 17 للنادي الاهلي. إرسال مع حسام يوسف معد النادي الأهلي، وإرسال سبايك سيرف بنقطة إيس للنادي الأهلي 18-8. قلنا إن إرسالات الأهلي لوغاريتم كبير عند مستقبلي فريق بني ياس حتى الآن 18-8. المجموعة اللي بتضم جنبا الى جنب مع الاهلي والبني ياس الوكرة الاماراتي وخيبر اليمني ومصافي الشمال والسيب العماني. احمد عزب وضرباتك يا جي ار في هذا التوقيت 19-8.
اعتقد كان جي ار، ده اسم الفنان صلاح عبد الله في احد الافلام. 19-8 والنادي الاهلي يحكم قبضته على هذا اللقاء، وضربه لكن بلوكات محسن موجوده، بلوكات محسن موجوده الحديديه في هذا التوقيت اللي يصعب عمل كفر عليها. تعمل كفر ازاي على يعني ايادي بزاويه حاده طالعه واخده الكره تحت الشبكه. حسام يوسف ما زال يوجه ارسالات قويه لفريق بنياس والاوكراني، اللي بقول لكم يعني يمكن بعض اللعيبه في فريق بنياس ما لحقتش تلعب في هذا الجيم، خطفهم النادي الاهلي بارسالاته القويه الفولاذيه. 19-9 استقبال ممتاز من عبد الرحمن الحسيني، ومحسن يضرب من منتصف الشبكه، والسهل الممتنع هو سمه اداء حسام يوسف ورفاقه في الشوط الثالث حتى الان. 20-9 اخر خمس نقاط ما بين النادي الاهلي المصري وبنياس ممثل الامارات في هذه البطوله العربيه المقامه على ارض استاد القاهره. وبانديرو، ولكن اعتقد في لمس شبكه من البلوكات ولا ايه؟ محمد رمضان عمل متابعه لهذه الكره، ولكن في الاخير هي لصالح بنياس. اذا 10-19 أو 10-20 هنشوف. واستقبال جيد من رمضان وإعداد لمحسن من منتصف الشبكة. بقول لك حسام يوسف سمة أدائه هي السهل الممتنع، وبيظبط المقاسات والاختيارات ليك يا محسن. 21-10 وتغيير أيضا من الكابتن مراد في هذا التوقيت. 10-21 كرة اوت اوف سيستم، لكن عصران يدخلها جوه السيستم وياخد بلوك قوي في هذا التوقيت. 22-10 كنت سعيد جدا بيعني استفسار كده من بعض الناشئين اللي بيلعبوا كرة طايرة، وبيسألني يعني ايه اوت اوف سيستم اللي انت بتقولها في التعليق على المباريات. والاوت اوف سيستم هي الكرات اللي زي كده، الكرات الطايشه اللي ملهاش صاحب، اللي المفروض المدير الفني يعني بيفضل يدرب عليها، ويعني كل بقى التدريب الحديث بيدرب على الاوت اوف سيستم دي، لان الكره الطايره مش كل المباراه بتبقى هجمات نموذجيه واصله للمعد، لكن هتعمل ايه لو الكره بعدت عن التلت؟ ده السؤال اللي المفروض تجاوب عليه لعيبه الامارات حتى الان ويعديها. لكن اهي والاوت اوف سيستم الاهلاوي يدخل جوه السيستم، لكن موجوده وبيتحرك وقوه في الضرب، لكن دفاعات الاهلي موجوده، ولكن في الاخير عبد الرحمن حسيني اشتقنا لمثل هذه الكرات، اشتقنا لمثل هذه الكرات. الرالي ما بين الفريقين راحه جايه وفيها شويه فولي وفنون كره طايره. ماتش بوينت لصالح النادي الاهلي. 24 الاهلي 10 بنياس، ولو نجح محسن انه يخلص الشوط يبقى بنفس نتيجه الشوط الاول. ودولا يبداها ويختمها محمد عادل. اذا اعزائنا المشاهدين استطاع النادي الاهلي ان يفوز بالشوط الثالث ايضا 25-10. مبروك للنادي الاهلي وجمهوره، وهارد لك لبنياس وجمهوره ايضا. سعدت بحضراتكم، كان معكم المعلق الرياضي محمد عبد العظيم، وفي الختام لم يتبقى الا السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.